اسمحوا لنا أن نعود إلى سوق العمل الأمريكي بعد إقدام عدد كبير من الشركات الأمريكية على تسريح آلاف الموظفين. معنا عبر سكايب من ميشيغان مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية. سيد شاهين، هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الأمريكي عموما، منها تراجع التضخم وتراجع أيضا نسبة البطالة. لماذا لا ينعكس كل ذلك على سوق العمل؟ هو الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تفضلت، احنا في امريكا ولفترة طويلة جدا لم نلحظ ان معدل البطالة وصل ل 3.6%، وده بالنسبة لنا يعد معدل نمو رائع جدا. الحقيقة هذا المعدل النمو الرائع في فرص الوظائف لا يعكس الحقيقة ان بعض الشركات الآن نتيجة رفع اسعار الفائدة في امريكا ووصولها تقريبا في بعض القطاعات ل 7% أو يمكن أكثر في بعض القطاعات الأخرى، رفع سعر الفائدة بيحد من قدرة المستهلكين. انخفاض الاستهلاك الحقيقة أثر على قطاعات، خاصة قطاعات التكنولوجيا اللي كانت بتتوقع إن إحنا هنخش في مرحلة كساد جوه أمريكا، لكن واقع الحال آخر إحصاء طلعه البي ال اس أو البيرو أوف ليبر ستاتستكس، مكتب الإحصاءات الأمريكي، قال إن معدل نمو الاقتصاد وصل ل 2.3%. معنى كده إن الاقتصاد مش في حالة كساد، لكن بعض الشركات زي شركات التكنولوجيا اللي لا وجدت انخفاض في الإقبال أو في الطلب على منتجاتها، دولت الشركات اللي بدأت تسرح في العمال. لكن واقع الحال الاقتصاد الأمريكي خلق ما أكثر من 300,000 فرصة عمل نعم، وهذا ما يشيد به الرئيس بايدن كثيرا ويعتبره من إنجازات إدارته خلال عامين من وصوله إلى السلطة. هذه الشركات تتذرع بارتفاع تكاليف المواد الأولية، استمرار المشاكل في سلاسل التوريد. هل ترى أن هذه الحجج فعلا معقولة؟ الحقيقة احنا ما زلنا نجد أن هنالك بعض السلع أسعارها ارتفعت، لكن حقيقة الأمر سلاسل التوريد لم تعد هي العائق الأكبر. يعني مثلا عندك قطاعات المواد البناء، الأخشاب وكل مستلزمات البيوت، تقريبا الأسعار فيها انخفضت بنسبة عالية جدا. يعني مثلا ممكن تروح تشتري اللوح الخشب اللي هو 2 باي 4 كان وصل ل 16 دولار و12 دولار، اللي هو قبل أزمة الكورونا كان ب 2 دولار، الآن وصل تقريبا ل 3 دولارات. فمعنى كده هذا الانخفاض في الأسعار بيبين لك ان في تحسن في سلاسل التوريد في بعض القطاعات. لكن عند ايضا قطاع السلع الغذائيه زي اللحوم، اللحوم ايضا بدانا نجد انخفاض في اسعارها. لكن هتجد بعض القطاعات مثلا للاسف الشديد مش لاقي عماله، هذه القطاعات للاسف اسعارها مرتفعه، خاصه قطاعات الخدمات، خدمات التكنولوجيا، البنوك، كثير جدا من الأعمال للأسف أحيانا لا يجدوا موظفين لها نتيجة فترة الإغلاق الماضية. لكن زي ما قلت لحضرتك وتيرة العمل تعاود مرة أخرى، لكن بعض الشركات للأسف زي فيديكس، زي جوجل، زي فيسبوك، دولت سرحوا كثير جدا من العمالة. وإن كان أنا لي رأي آخر في ذلك، إن تسريح العمال نتيجة إن هؤلاء الناس أجورهم مرتفعة، فهو بيحاول يبدل هذه العمالة بعمالة أخرى. أي، وأيضا يحاولون استخدام تقنيات جديدة مثلها، مثل الذكاء الاصطناعي، وقد ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة. طيب سيد شاهين، كيف يمكن الآن أو ماذا على إدارة بايدن أن تفعل لاستيعاب هذه البطالة الجديدة، الحديث عن عشرات آلاف المسرحين؟ هل يمكن طالما أن الاقتصاد الأمريكي ينمو كما ذكرت في إجابتك الأولى أن يؤدي إلى خلق فرص تستوعب هؤلاء المسرحين؟ هو في الغالب فعلا زي ما حضرتك تفضلت ده اللي بيحصل، ان الناس بتغير من مكان لمكان اخر. اللي كان شغال في فيسبوك ممكن تلاقيه راح يشتغل في المانيا في قطاع التكنولوجيا في المانيا، اللي شغال في جوجل في امريكا ممكن يتنقل لقطاع اخر زي قطاع السيارات جوه امريكا. النقطه دي بنسميها في الاقتصاد الفراكشنال انمبلويمنت، او البطاله الاحتكاكيه، او البطاله اللي بيغير من مجال لمجال. هي الحقيقة يعني احنا شفنا كده في 2008 هنا في امريكا لما شركات السيارات سرحت الاف الوظائف، ورغم ذلك لم يكن قطاع السيارات بمشاكل فنية، لكن انخفاض الطلب عليها في 2008 هو اللي عمل الازمة. الان احنا مرينا بازمة لم نحدث في تاريخنا المعاصر منذ يمكن اقرب من 100 سنة،
ان الحكومه بنفسها هي التي اجبرت الناس على الجلوس في البيوت واعطتهم مرتبات، فعمل شيء من للاسف الشديد تزايد الطلب للناس جد في قطاعات كثيره جدا زي قطاعات البيوت، لان اسعار البيوت ارتفعت مش اقل من 20% جوه امريكا. وفي الناحيه الاخرى لقينا اصحاب المطاعم والفنادق والبنوك كثير جدا من القطاعات لم تعد تجد موظفين اصلا، نعم والموظفين طلبوا اجور غاليه جدا مرتفعه عشان يعمل في ظروف الكورونا. فهذه ظروف الارتباك التي حدثت، انا ظني الاقتصاد الامريكي اقتصاد كل الاحصاءات تقول انه هو خلق فرص عمل جديده، ان معدل البطاله انخفض الى ادنى حد، ان حدث معدل النمو الاقتصادي وكان المتوقع ان يحدث كساد لكن لم يحدث كساد، بل هناك تنوع اقتصادي قائم ومتزايد. وما تنساش ايضا ان ارتفاع الاسعار جوه امريكا هيكون في صالح امريكا في الاجل الطويل، ان هو هيخلق صناعات ان الصناعات تتوطن داخل امريكا مره اخرى نعم ويبدا يستغنى عن الصين، اللي استشعرت امريكا الان حاليا ان الصين اصبحت هي العدو الاول اقتصاديا لها، وده لن يمكن ان يستمر النظام الماضي ان الانتاج كله ياتي من الصين. اعتقد الفتره المقبله ستجد تغيرات جوه امريكا، وان شكرا لك، الانتاج سيكون محليا اكثر داخل شكرا الولايات المتحده. جزيلا مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية.